السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير، ادونا الشير ادونا الشير ادونا الشير يا ناس. حساب علو بلاغات، الحساب علو بلاغات، الحساب علو بلاغات. أول حاجة قبل ما نديك الميدان، أمي سنة تكلمت لك في اللايف بتاع الظهر، قلت لك القصة تحت المصباح 48 ساعة وموضوع بسيط جدا جدا جدا، اللي هو قلت لك الندوة بدون تصديق، وقلت لك خلال 48 ساعة هيطلع الكلام ده. قلت لك أمس، قلت لك 48 ساعة هيطلع للناس اللي حضرت اللايف أمس موجودة سمعت الكلام 48 ساعة. وقلت لك الحكومة السودانية مهتمة بالموضوع، ما تسمح كلام الحكومة ما اهتمت والخارجية، بالعكس الاتصالات كانت فوق من فوق من على سلطة الدولة السودانية. الموضوع متابع من فوق، يعني الطلس بتاع الدولة ما شغال به والدولة ما لا شغال به. ليه؟ لأنه ظل مصباح، لأنه ظل مصباح ده الوقف الغطى ظهر الجيش، الحمى الجيش من ورا، ده نزل الميدان، ده اللي كان بيدافع عن الحراير. عشان كده الحكومة وقفت معاه والقيادة وقفت معاه والخارجية وقفت معاه والشعب وقف معاه. شفنا الشماتة في القحافة وطلع كل دول، طلع يفتي وكل دول طلع، وحنان ابن خرة والعاه داك هناي داك القاعد هناك جعيفرة، وكل دول يتكلم، وإحنا عارفين القضية 48 ساعة، لأنه المصباح ما راجل ساهل، ما راجل ساهل كده بتخطوه، لا لا، دولة كلها قايمة وما قعدت، ناس كلها تتكلم، الدنيا كلها تتكلم، مصباح المصباح، الدولة اشتغلت، طالبت، رسلت خطابات واتصلت تلفونات، وفي النهاية ادات تطمينات انه 48 ساعة وطلع. ده كل الموضوع. الحمد لله الان وصلنا بورسودان، وصل بخير، نزلنا لك الفيديو الان وصل، والامور طيبة، وبلوا راسكم يا جنجويت، قال لكم بلوا راسكم يا جنجويت، الآن الأمور طيبة ووصل وما في أي حوجة. نمشي نشوف الميدان، نمشي نشوف الميدان. أول حاجة الميدان في شغل كويس، في شغل طيب، في شغل طيب جدا جدا، وفي بشارة بتاعت خير. وزي ما قلت لك، والاستعجال ما حبابه، استلام كمية من العربات، استلام عديل في الجزيرة، محور من محاور الجزيرة، طيران ما وقف جزيرة، طيران من كم ما وقف في الجزيرة، اشتغل العصر، اشتغل الظهر، اشتغل طيران، كان في طيران، كان في شغل في مناطق كثيرة انضربت. في شغل تم، وفي محور متحرك، وفي شغل ماشي. الناس تصبر، الناس تنتظر، الناس حتسمع الأخبار الحلوة. يا جماعة الشير الشير، لأنه البلاغات حساب عليه بلاغات عليه غيود، الناس حتسمع الأخبار الحلوة. كان في مدفعية ثقيلة جدا جدا في بحري، في بحر كان في مدفعيات ثقيلة جدا جدا، أم درمان تقدم كبير، أم بدات، دوحة، شغل مرتب. شفنا الجغمة تحت القطينة كانت كبيرة، طبعا الجنجويد صوروا لك المسجد وقال لك ضربوا لا ما مخزن بتاع أسلحة كبير كان موجود في القطينة، الجيش عارف نفسه ضرب شنو، والمعلومات معروفة والدنيا كلها عارفة.
كانت ضربة كبيرة جدا جدا. الجنجويد بتوجعه وبتألمه، والمعركة والله العظيم وكتاب الله الكريم انتهت قسما بالله العلي العظيم. الجنجويد انتهوا قسما بالله العلي العظيم. الجنجويد انتهوا. دي الحقيقة. الشغل اللي بيعملوا في ده فرفرة بتاعت مذبوح، فرفرة معلومات. والله عندنا معلومات تفرح، وقسما بالله لكن ما بتتقال. لكن اصبر وبتسمع وبتشوف، بس خليه لانه احنا وعدنا. لكن انا بطمنك بقول لك الحق باذن الله تعالى. قريبا الجزيره تسمع باخبار طيبه. الجزيره قريب جدا جدا تسمع باخبار طيبه. خمشلون كميه بتاع جنجويد احياء من الجزيره، استلموا تاتشرات من الجزيره. عديل جون عديل دغري بالباب ولا بالشباك، استلموا منه، استلموا منهم يوم عديل، استلموا منهم. في شغل مرتب، في شغل مرتب، في شغل نظيف، في شغلين نظيف، ما شغل واحد، شغلين نظيف. في تقدم كبير جدا 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 جدا. ما صبرت الكثير بعينك الليلة اللي حصل. الحصل شنو؟ وفد كبير، كمية من العمم وجلاليب من الرزيقات الليلة جولي برهان جو. بعد كم؟ بعد سنة وشهرين. تفتكر تفتكر لو كانوا منتصرين في جلابية بتجيك من الرزيقات عشان تقول لك انا دعم الجيش؟ للناس اللي بيعرفوا الرزيقات بيجوك بيقول لك احنا والله غلطنا، بيجوك بيقول لك احنا داعمين الجيش واحنا معاك، بيجوك بيقول لك احنا والله معاك ومع الجيش وجيش واحد شعب واحد. بعد شهر وسنه، بعد سنه وشهرين، انت مفروض جاي الديل طوالي تعرف نفسك انت مقفل الطبلون وانت انتصرت. الجيه بتاع الديل وجيتهم بورسودان، انت مفروض تقتنع انك انت انتصرت. الجنجويد الان بيصرخوا ورسلوا ناس عشان يجوا يقولوا الروب دي احنا بنفتكر الروب. الناس اللي جو الليله بورسودان قالوا الروب. الروب ليه؟ السؤال هنا ليه الناس دي جو؟ انا اديك واديك المختصر المفيد واديك الكلام الواقعي. ادونا الشير يا جماعه، لانه البلاغات كثيره، كميه بتاعت بلاغات. ادونا الشير قدر ما تقدر. ادينا شير قلوب، شير قلوب، شير قلوب، قلوب شير. اول حاجة جاية في حد ذاتها مفروض طوالي كل الشعب السوداني يعرف حاجة واحدة، انه جيشه انتصر. جيشك انتصر لانه الناس دير لو ما انت انتصرت والله ما يجوا. لو عندهم بصيص امل 5% انه ممكن ينتصروا عليك والله ما تشوفهم. للناس اللي بتعرف طبعة الناس دي والله العظيم ما تشوفهم بعينك. لكن ما عندهم 1% بصيص امل انهم انتصروا، ولا عندهم 0.5% بصيص امل انهم ممكن حينتصروا على الجيش السوداني. عشان كده تلموا تلموا. انا اديك السبب الجابون، السبب جابوا من هناك. انا قبل ايام كنت بتكلم وبقول لك، بقول لهم شنو؟ بقول لهم الجيش حينتصر عليكم واحنا احتمال ولا نهابشكم ولا عندنا بيكم حاجه ولا داري منك، لكن اهلنا في دارفور بيخلوكم حتبقوا بعد ما ينتصر الجيش لا حول لكم ولا قوه، كل اولادكم حيكونوا دنيا زايده. الحيدافع عنكم منهم. عندكم انتوا ناس ما نظيفة، عندكم تار في دارفور 10 سنة 12 سنة 13 سنة بتقتلوا بتهجروا بتسرقوا بتنهبوا بتغتصبوا. جاكم جاكم الديان، جاكم في الباب. الناس دي فكروا ودبروا، قالوا الجيش لو انتصر نحن حنضيع.
لانه الناس ديل حيركبونا. اسمع الكلام ده كويس، ودي الحقيقه. الناس ديل الجيش لو انتصر الناس ديل حيتمسحوا في دارفور. الناس ديل مطلوبين في دارفور، مطلوبين. اي زول داير منهم حاجه، والان قوتهم بنسبه 80% 90% انتهت، باقي لهم 10%. 10% دي في دارفور غنم ما تحرسهم، خليه تحرس بيوت وتحرس مدينه، غنم ما تحرسهم. الناس ديل جاريين عشان يلحقوا. عشان يلحقوا شنو؟ اول حاجه انه الحرب يسحب اولادهم والحرب تقيف، ويعملوا أم بيسموه هنا السلام، بيخلي الحكومه تقيف معاهم نوعا ما. اسمع الكلام ده كويس، الحكومه بتساندهم بعدين، ما بتخلي نازارفور ينفردوا بيهم. حسب الفهم حقهم، الناس دي اخبص خلق الله، الناس دي معجونه بعفاريت. دي الحقيقة. الناس دي خايفة من دارفور أكتر من خوفها من الجيش. الناس دي الآن عارفة الجيش انتصر، ويوم الجيش ينتهي منه هنا، والجيش السلاح الجاي من برا، والروسي بي هنا، والصيني بي هنا، والليمور بي هنا، والطيران بي هناك، أقسم بالله العظيم حيتركبوا حيتهجروا. وده السبب الرئيسي، السبب الرئيسي اللي خلى العمم والجلاليب والعراريق دي تتلمى وتجي من هناك. خلاهم يجوا من هناك ليه؟ دارين يحافظوا على باقي ناسهم، دارين يخلوا توازن الجيش، يعمل لهم حاجه عشان الجيش ما يقف مع ديلك. لا، ما في زول في الدنيا في السودان ده، احنا قلنا لكم، بيقدر يحفى لكم الاغتصابات، ولا في الزول في السودان ده بيقدر يحفلكم اللي عملتوا فينا. سلمونا اولادكم، سلمونا حاجاتنا السرقتوها، سلمونا حاجاتنا النهبتوها، سلمونا المجرمين، سلمونا قتالين القتلة، سلمونا المغتصبين، سلمونا ناسكم. واحنا ما عندنا معكم حاجة، تاني عندكم ديانة هناك يشيلوا دينهم بطريقتهم، ديلك عندهم معكم دين احنا ما بنعرفه. ده اللي بنعرفه. لكن انا هجيك تاني عشان انت جيت وزعت لي كلام. خلاص انا قمت طوال، يا سلام والله يونا وسلام. منو قال لك احنا دايرينه؟ منو قال لك احنا دايرينه؟ والله لا برهان بديك سلام، وقسما بالله العلي العظيم لا برهان بديك سلام، ولا كباشي بديك سلام، ولا غوتيرش بديك سلام، ولا في زول في الارض بديك سلام الا الشعب السوداني. الا الشعب السوداني. بقدر اجرامكم وخباستكم ووسخكم، بقدر تدميركم للوطن وللشعب السوداني وللانسان السوداني، نحن جوانا ليكم اكثر. احنا ما عندنا معكم حاجه، الان في ناس حارسينكم هناك في دارفور. الزرق اللي قاعدين فيها دي حقتكم، الزرق اللي مسكتوه 10 سنه دي حقتكم، دي حقت ناسا، دي بيها ناسا بيها هلا بسياده قاعدين فيها مالكم، عاملين فيها مراكز تجاريه ومحتليننا ليه؟ دي ما حقتكم. حيخلوها عليكم؟ منو اللي بيخلى عليكم؟ دي بسياده وباهلها، اهل بلد، اهل بلد ناس الزرق، اهل بلد حقتهم، دي مناطقهم. حيخلوها عليكم؟ ما بخلوا عليكم، والله العظيم ما في زول بيحميكم. ونتحدى مليون مرة، ما في زول في العالم ده بيقدر يعفى حقنا. وربنا سبحانه وتعالى حق البني آدم ده ما بيحفى، بيحفى لك حقه. ربنا اللي خلقنا عشان نعبده، ربنا اللي خلقنا ما بيحفى لك حقنا. اجي برهان اللي ما خلقنا يحفى لك حقنا؟ يا اخي انت بتحلم، اقسم بالله العظيم انت بتحلم. ربنا اللي خلقنا فوق، وخلقنا عشان نعبده فقط، ليعبدون، وما خلقت الانس الا ليعبدون.
ما بيقدر يحفلك كده كده بس. هاي خلاه لك قال لك حق ده انا ما بحفلك بتاع الناس، ما بحفلك حق الناس، حق انا بحفلك. اي برهان؟ الما خلق فينا لاضان، لا خلق فينا شعر، لا خلق فينا عين، لا خلق فينا سن، اجي احفلك حقنا؟ قسما بالله العظيم ما يقدر يحفلك شلوفة، ما يقدر يحفلك شلوفة، ما يقدر يحفلك. عشان تكونوا عارفين، عندكم حاجة سلام، خلاص بعد سنة وشهرين يا دوب شفتوا في جيش، سنة وشهرين يا دوب وعيتوا انه في جيش، تقول اننا نحن سكارى؟ احنا شعبي ما غبي، احنا شعبي خلاص اتحصنا ضد العواطف وضد المشاعر وتحصلنا تحصين تام. ما في تاني زول بيمشي فينا مخططات. برهان لو عنده عرض انتهاك اللي حفليكم، لو عنده واحد قتلوا ليه اللي حفليكم، لو عنده أسرة تهجرت اللي حفليكم. لكن احنا حقنا ما في عفو، بالعكس دارين حقنا، قال حقي غلب. وين؟ ولسه احتارنا وترهلنا في دارفور. احنا في دارفور ديل 3.2 مليون مهجر. الاغتصابات اللي اغتصبتها في دارفور، بيطلعوا الرجال بجنبه والنسوان بجنبه وتغتصبوا من طرف، نسيتوا؟ شنو متلمين متقاعدين؟ خلاص عفو ليكم نجينا ما بو. مين اللي بيديك عفو؟ انتوا بتحلموا. انتوا بتحلموا، انتوا دارين انتوا الناس اللي ما جرمتوا؟ سلموا الناس اللي اجرموا واقعدوا ضيوف في البلد، تحترموا نفسكم. احنا ما سالينكم. تقعدوا ضيوف في البلد. لا عندكم علاقه تاني ولا بس تقعدوا كده معزولين، ما في زول، ما في زول بيدخلكم. ولا في زول بيحترمكم. ولا في زول بيقدركم. برهان بيقول المجرم ما عنده قبيله، كيف يا برهان ما عنده قبيله؟ انت يا برهان انت قايل العاطفه دي تاني بتمشي وما عنده قبيله المجرم، كيف ما عنده قبيله؟ احنا ما شفنا مادبو لما انطرد الجيش؟ ما شفنا مادبو؟ مادبو ده منو مش الناظر حقهم ولا واحد تاني؟ لما كانوا بيجمعوا بيحشدوا بشنو؟ بيحشدوا بالمنتخب القومي؟ ما كانوا بيحشدوا بالقبيله يا برهان؟ انت قايلنا يا برهان احنا خلاص يا برهان الكلام بتاعك ده اللي انشدي زمانك فطينا خلاص انتهت. قصة ما في قبيلة عندها مجرم، المجرم عنده قبيلة وعنده حاضنة وعنده إدارة أهلية وعنده عمدة. كيف ما عنده؟ كيف يا برهان ما عنده قبيلة المجرم؟ والناس دي بتحشد وبتقاتل بشنو كانت؟ قص آخر حاجة كانوا بيحشدوا بيقاتلوا، آخر تسجيلات طلعت لهم العمد ومجتمعين والصور وفيديوهات، بيحشدوا بشنو؟ بيحشدوا بشنو؟ الدين قول لنا عشان احنا نفهم، بيحشدوا بشنو غير القبيله؟ لما مادب وقف وقال للجيش يمش وكملوا للجيش عملوا لك مين برا وكتلوا الضباط، نجي نحفل ايه؟ ما في زول بيقدر في الكون ده يحفل حاجه حق الشعب السوداني يا برهان. انت دار تحفي حق الدوله وزول من الدوله احفي، لكن حقنا نحن بناخده بناخده. ما في حاجة اسمها عفو، ما في حاجة اسمها اديتهم وقلت لهم امشوا يطلعوا، يطلعوا من وين؟ يطلعوا بعد ما خلوا فيها شنو عشان يطلعوا منا؟ خلوا فيه شنو عشان يطلعوا منه؟ الخلوه في شنو عشان يطلعوا منه؟ في شنو خلوه عشان احنا نمشي نطلعوا منه؟ نازل اي حاجة شالوها، الشرف، العزة، الكرامة، العفش، القروش، البيوت، اي حاجه بتشال شالوها ويطلعوا ولا ما طلعوا. انت يا برهان انا ما بعرف، لكن اسمع كلامي، احنا في الخوارج احنا انتصرنا بكيفك انت، بدون كيفك، بكيف القبيله، ما بكيف القبيله، بكيف اي زول انتصرنا. لو جاي بنت امه بنج بنت امه، طالما ديل ركعوا جاي من هناك راكعين، جيشنا منتصر ومنتهي، واحنا بنقول الكلام ده كل يوم، بنقولون احنا انتصرنا. طالما ديل جو ركعوا وجزء مزلولين احنا انتصرنا، طالما جو مزلولين راكعين احنا انتصرنا، طالما جو مناخيرهم في الواطه احنا انتصرنا.
هتعيد تقول لنا حميدتي قبيلته ما معروف وما عنده حميدتي، عنده قبيله وعنده عزوه وعنده ناس وده اللي بيكاتلوا بالقبيله. كلام واضح، حتى الناس الحواضن الفيل معانا هنا كلهم حواضنهم مشوا لهم بالقبيله. انت داير تكذب، انت داير تطلع تجامي، انت داير تلميع، لا 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 لا. ما نحن لو مشينا معاك بنفس عقليتك دي بنكون يا هدولتنا ذات الزمان عفى الله عما سلف. بعد التمن ده كله عشان نجي نقول عفى الله عما سلف، مستحيل مستحيل. هاي الآن المجرم ما شاء الله تطور، عنده قبيلة وعنده عمدة وعنده عزوة، والآن بتحشد بالقبيلة والناس بتحشد، دي الحقيقة. عشان كده الآن هم جو حبا في السودان، ولا جو دعما للجيش ولا حبا في الجيش، خوفا من المصير المجهول الجايون في دارفور. ده السبب رقم واحد الجابون، السبب رقم واحد الجابون. كارات كارات ماشين ماشين أزلة، أنه عارفين في دارفور دي حيتركبوا كوب من الله خلقوا مركب يتركبوا، ودي الحقيقة. لأنهم سارقين حق الناس وشايلين حق الناس وعذبوا الناس وأذوا الناس. يا أخي الحرمة بتاعتهم، المرة بتاعتهم بالزغري في خميس بكر، أنت قال المشهد ده بيتنسي تاني؟ أولادهم الصغار بيلعبوا بالجثة، أنت قايل المنظر ده بيتنسي يا برهان؟ أنت قايل المنظر ده بيتنسي؟ المنظر ده تاني ما بيتنسي. دي حواضن قذرة، دي حواضن واطية. في الكويس والله كويس نقول له تعال ما عندنا معك مشكلة، لكن احنا الشر بعم، الشر بعم. النازل ما قتلونا باسم أسرة وقتلونا باسم قبيلة، النازل بيجمعوا بقبيلة بيحشروا بقبيلة، دي الحقيقة. ولا بنلف ولا بندور ولا بنجامل فيها. انت دار تجيب لك كلام فاضي ساي، ما في زول بيسمح، ولا بتقدر تحفى حقنا، ولا بتقدر تحفى حق الشعب السوداني، ولا عندك الصلاحية انك تحفى حقنا، ولا في زول بيرضى لك انك تحفى حقنا. ده والله حيتركبوا ركوب الجن في دارفور، والله معرسين معرسين من الان في دارفور، لانه الناس دي الوسخ وعندهم ديون وعندهم كل حياتهم كانت عبارة عن سلفقة. حتى المناطق اللي قاعدين فيها الآن الزرق دي والله ما عندهم فيها شبر، دي بها سيادة وبأهلها، أهلها قاعدين هديلك ناس مناوي، بها سيادة وبأهلها قاعدين هديلك ناس مناوي. وناس مناوي ما قصروا، وقفوا معانا ووقفوا مع الدولة السودانية. نحن نجي نخوت يدنا في ديل تاني، قسما بالله ما نخدها مع ديل ليوم الدين، قسما بالله العظيم ما نخدها مع ديل ليوم الدين. ناس مناوي ديل وقفوا معانا، مشتركة وقفوا، قبائلهم كلها وقفت، والله لقيناهم سند ولقيناهم اخوان ولقيناهم كلنا، والله ما في وطن، كنا مختلفين في الشمال في كده ولا بنتلاقى، لكن جمعتنا جمعنا الوطن. والعدو بتاعهم يا هو عدونا، تار يا هو تارنا، زول نكد عليهم زمان يا هو نكد علينا هسه، نكد عليهم زمان يا هو نكد علينا هسه. عشان كده يا برهان ما عندك رجعه لورا، حللك واحد، دارين يجيبوا مجرمين ونطلعوا الناس من بيوت ونجيبوا المجرمين يسلمون يتحاسبوا قدام عيننا. لو قبضنا 100 منهم مجرمين بيطلعوا الباقيين، محكمة عدالة، حكمت المحكمة مجرم معروف، في صور وفي فيديوهات وفي كل حاجة موجودة، الميديا مليانة، الحرامية موجودين. وأكثر مناطق كانوا بودوا فيها الحياة المسروقة والهناء هالضعين الضعين، أكثر منطقة استقبلت حاجات مسروقة واستقبلت البلاوي هالضعين. عشان كده أنت ترحب لنفسك، لكن إحنا كشعب سوداني والله ما في زول بيقدر يحفى حقنا، ولا في زول بيقدر يفرض علينا حاجة تاني، ولا في زول بيقدر يودينا زي ما هو داير. دي الناس لازم يتحاسبوا زي ما أجرموا، لازم يتحاسبوا.
استغلوا القبيلة في القتل والإبادة والحشد. حشدوا باسم القبيلة وقتلوا باسم القبيلة وسرقوا باسم القبيلة وأصبحوا حواضن للشر. ودي الحقيقة اللي ما في زول بيقدر يغطيها. احنا ما غلطنا عليهم، ولا بالعكس، لو كانوا الكلام ده الليلة العمدين، لو كانوا الكلام ده قالوا في 15 يوم الأولى وقالوا في الشهر الأول، كان خطابنا الآن يتغير، وكنا قلنا كلامك اللسي انت بتقول ده، بنقول المجرم ما عنده قبيلة. لكن شفنا المجرم عنده قبيلة نحن، وشفنا المجرم بتقيف القبيلة بتشحد ليه، وشفنا المجرم بتقيف القبيلة بتجمع وتمشي القبيلة ليه. موسى هلال أزال وقول لك جاك منه، ما جاتك القبيلة؟ أزال موسى هلال قول لك جاك منه، ما يقول لك جوني القبيلة؟ جو باسم القبيلة، جو باسم القبيلة، وبيجمعوا في الناس باسم القبيلة، وبجندوا باسم القبيلة. وانت دار تجي تقول والله المجرم لا العربي ده، نحن زمانك يا برهان ده اللي يشيل تحتك دي عمش لما شوف، لا ما عندها موقع من الاعراب الان. الكلام ده ما بياكل عيش ولا بيمشي معانا ولا بقسيم. الكلام ده نسينا زمانك، قصة المجرم ما عنده قبيلة، وحافظ لك شعارات من سنة الجكو. الكلام ده نحن نسينا زمان. الان المجرم بقى عنده قبيلة وعنده عمدة، والمجرم الان قاعد معاونه، ولو ما تهزموا واتذلوا وعارفين نفسهم خلاص انتهوا، قسما بالله ما يجوا، قسما بالله. لانك انت شفت النظار حقنا والناس دب وديل، قلة الادب اللي بيقولوها الكلام، بيقول لك كم اسمها دب، واسبوع نحن اسبوع حيمسكوا الفاشر، اسبوع قال لك احنا حيمسكوا الفاشر، اسبوع قال لك احنا. نسيت يا برهان؟ نسيت التاني بتاعهم عليه وقال لك شنو قبل الحرب دي؟ قال لك احنا لو ما بنراي الخرطوم دي نطويه في ساحتين. دمنو دي القبيله كانت بتهدد زمن حميدتي كان ماسك البلد. نسيتوا الكلام ده؟ موجود. تاني بعد ما انتهينا من المشكله وماشيين ننظف السودان وننظف دارفور من الوسخ، وناس دارفور ترجع من 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 من, من النزوح ومن اللجوء، جايين عشان تقول لنا والله جو داري ما في سلام. اسمع الكلام ده كويس، ما في والله وافي ولا تفكر ولا تلف ولا تدور، كلامنا واضح. العين بالعين السين بالسين، الباضي اظلم. العين بالعين السين بالسين، الباضي اظلم. كما تدين تدان. احنا لو كنا لقيناهم من الاول، لو لقيناهم زي ناس بابنوسة وقفوا مع الحامية حقتنا، وزي ناس الفاشر وقفوا مع حاميتنا، ولقينا الضعين وقفت ولقيناهم وقفوا، كنا بقينا زيك. لكن للأسف ما حصل الكلام ده، لقيناهم قاعدين ومبسوطين وقاعدين بيدينوا الجيش وانتهكوا وينبذوا في جيشنا. الدماء السالت دي، والضباط اللي استشهدوا والجنود اللي استشهدوا والحرائر اللي اختصبوهم، مستحيل تجي تبيعوا لنا عشان انت قبيله. ما عندنا علاقه بيك ولا عندنا علاقه بكلامك اللي بتقوله اليوم ده، كلام بيمثلك انت، ما بمثلنا نحن ولا حيمثلنا نحن ليوم الدين. الكلام ده واضح، ولا بنلف ولا بندور. هون جايين خوف، ما جايين حبا في السلام، جايين خوف من المصير المجهول الجايون في دارفور، لأنهم جرائم بتتكلم عنهم. لأنهم لو حصل لسه في دارفور دي يتلموا فيهم ناس دارفور دير، لو حصل لهم ما في زول بيقول يحليلهم. ما في سوداني الآن بيقول يحليل الناس دير، ما في سوداني الآن بيقول والله الناس دير مساكين، ما في سوداني الآن بيقول يا أخي الناس دير ما في. ليه؟ لأنه دي صنعوهم براهم بينفسهم، صنعوهم بينفسهم فينا. خلونا نصل المرحلة دي. احنا لما بدينا عارفين حميدتي مجرم، وقبل الكلام ده أصله ما خاتين القبيلة الحاز لحميدتي، لأنه كنا عندنا تواصل مع مادبه ومعهم كلهم، كنا فاكرينهم وطنيين. ودي الحقيقة، ما كان عندنا خطاب قبل الحرب دي، خطابنا ما كان عمره ضد قبيلة ولا حزب اللي حميدتي قبيلة. لكن لما بدت الحرب لقينا فعلا القبيلة مؤثرة مع حميدتي. عشان كده يا برهان رحبوا بي زي ما داير، وونسوا وتونسوا وقولوا زي ما دايرين. حقنا
ما في زول بيقدر يحفي إلا نحن كشعب سوداني. يجيبوا أولادهم يسلموا أولادهم، يجيبوا المسروقات اللي كلها جوا كروشهم، يبيعوا الحلال اللي اشتروه بقروش الحرام، يبيعوا الحاجات اللي اشتروها، يرجعوا حاجاتنا، يسلموا أولادهم، يخشوا المشانق. وبعد ذاك احنا نفكر. ده الكلام اللي بنعرفه. لكن قصة كلام يوك وخلاص، وانا مع المبادرة. مبادرة لك انت، ما لنا نحن. انت منو عشان تبادر بدم الشعب السوداني وبأعراض الشعب السوداني وبحياة الشعب السوداني؟ مين انت؟ منو انت؟ وربنا سبحانه وتعالى ما حقنا ما بيحفى بيخلينا احنا ناخد حقنا لما احنا نقول عافين. تجي انت عشان تعمل وتطلع وتقول وخلاص نسيت. وين؟ وين يا برهان؟ كلام ده بعيد والله، ده بعد السما للواطة. تقدر تفتح عليك نار جهنم ما تتقفل منك ليوم الدين. شعب السوداني ده حقه، ده ما بينسى. ولا في عفى الله عما سلف ولا ذر وطن. يا إما الوطن يجي دغري وبالرجالة والجيش انتصر في الميدان، يا إما شفت لا أعلى ما في خيلك ونركبه. أعلى ما في خيلك أنت ذاتك أركبه معاهم. ما في لف ولا في دوران. ما قادر ولا تمشي. ما في زول جبرك ولا في زول قال لك أنت الأسد اللي بتحاول ولا محتاج ليك. ما قادر. شكرا لك، مع السلامة. البلد تحرك، ما عندك بعلاقة، انت اللي وصلتها هنا. احنا ان شاء الله بعد ذاك ان شاء الله البلد دي تبقى كوفتة. احنا ما همينا، لكن حقنا يجي ووطننا يجي وجيشنا ينتصر انتصار واضح وصريح. لكن ما ممكن تجينا تعملوا لنا تمثيلية، وتمثيلية مدبوخة، تمثيلية عشان تحافظوا على الناس دي جوا الدولة السودانية. مستحيل يكونوا جزء مننا تاني، مستحيل يكونوا معانا، مستحيل نقبل بون يكون جاري ساي. خليكم مع جار زي ده انا ما بقبله، لان انا شفته منهم. مستحيل تاني، مستحيل. انا بشوفها دي تمثيليه مدبوخه مرتبه مدروسه، وحتى الجيه والكل كله. وفي واحد مخطط معاك قاعد هناك مهندس، في واحد مخطط معاك مهندس عشان ينغز اهله، وعارف ودارس وعارف الجيش الان ويصل وين، وعارف. وكلمهم قال لهم هي الشغله دي خلاص صفر، والله يلحقوا، والله الجيش ده جاي وسلاح وجاي وين وجاي وين، وانتوا انتهيتوا، الحقوا نفسكم. الناس دي حيضربوكم في الضعين وحيضربوكم في الجنينه، والناس دي حيركبوكم، تعالوا الحقوا لكم حاجه، لانه بعدين ناس دارفور ديل حتكونوا لهم براكن، حيركبوكم ركوب الجن ناس دارفور. ودي الحقيقه، وقسما بالله العظيم دارفور دي اللي تبقى لكم خرميبره. لو جايين تطلعوا في دارفور ثاني سايب الليل، والله الا تستاذنوا، تتصلوا بمناء ويقول لا عندنا قادرين مش نجيب سيجار ونجي. قسما بالله العظيم، ودي الحقيقه. لانكم عملتوا بايدكم نقلب جاويتكم. ده ما وقت لعبوا لف دوران بعد سنه وشهرين، كنتوا سكرانين؟ كنتوا سكرانين السنة وشهرين ديل يا دوب وعيتوا عرفتوا في جيش؟ سنة وشهرين كنتوا سكارة؟ وين كنتوا؟ لما ديل بيقتلوا وبيختصبوا واستباحوا أعراضنا في الجزيرة، وين كنتوا؟ لما شالوا حرائرنا مشوا باعوهم في الكاميرون، وين كنتوا؟ جايين هسه لافين وبرهان قال وي شوف شغلتك يا برهان. كلام ده واضح، والله ما تملك حاجة ولا بتقدر تحفى. ونقول لك بالفم المليان، نتحدك قسما بالله نعدك مجرم زي واحد. لا انت لا جابر لا كباشي لا غيركم، ده حقنا نحنا. لعب ولف على الدقون وكلام فاضي، ديل مجارمة، ديل والله مكانهم القبر، ديل مكانهم تحت الواطة، ديل مكانهم تحت الواطة، ديل ما يعيشوا ولا لحظة، ديل ما يجينا منهم خير، ديل استباحوا أعراضنا، استباحوا شرفنا، استباحوا بيوتنا، استباحوا شيبتنا، استباحوا كبارنا، استباحوا مساجدنا. تجينا انت عشان تقول لنا وسني وبادر؟ بادر لنفسك. نتحداك انت يا برهان، نتحداك ابقى راجل اعملها ونوريك احنا، عشان احنا ما بنلف ولا بندور ولا نحن قحاطة. نحن الوطن واحنا الغرار، شئت ما شئت غصبا عنك، عشان تكون عارف. لا قبيلة تاني بتاعت الناس دي عندها وجود معانا ولا عندنا لون حاجة.
دايرين يموتوا اللي يموتوا دايرين يلفوا ويقولوا ادمون ما عندنا لون حاجه. وده الكلام الواضح، ده الكلام الواضح. انت قايل الشعب ده بليد سنه وشهرين، سنه وشهرين يا اخي. في ناس في 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 ناس حملون ولدان، بنات ولدان، اقسم بالله العظيم ولدان. هذيلك اولاد الحرام هذيلك ما شفتون؟ قسما بالله سنه وشهرين ولدان هذيلك وسموه ضبحوا له. ده جينا انت بعد سنه وشهرين تقول لنا الرزيقات ما كله وما كله؟ لا بالله يا سلام. والله ابراهيم جابر القاعد معك ده جنجويدي، شفت ابراهيم جابر القاعد معك ده؟ والله اكبر جنجويدي. اهانا الديك خلي ما كل لون. تقال ان احنا شعبي قبي ولا شعبي بليد يا برهان؟ والله بيناتنا موت حمر يا برهان، قسم بالله العلي العظيم. يا تبقى راجل وتدوس الحريف دي يا تبعد مننا وتختانا، لاننا نحن ما للبيع ولا عرضنا للبيع ولا بيستهبلوا علينا دين. ديل بالنسبه لنا انتهوا، ديل بالنسبه لنا ماضي. لانه الكلام ده لو كان بعد شهر، لو كان بعد اقصى حاجه شهر كنا صدقنا. لو كانوا وقفوا ساي حموا الحاميات ووقفوا وقالوا الضعين دي فيها جيش وحموا الناس ووقفوا ودوا الكلب، نقول كلامك ده صح وعداك العيب وكلامك والله منطقي والله ما اللي هناي ما عنده. لكن الكلام ده ما حصل. بعد ما انت خلاص الضرب بقى يجون في اللحم الحي وفي الضعين وفي الزرق وفي المناطق دي، وشافوا غندهار كل يومين ثلاثه موت بالجمله، خلاص قال لك نلحق. ليه؟ لانه لو الجيش انتصر دارفور ذي بينفردوهم بالجناح. ناس دارفور هذيلك بيطرقوا في معدات، واللي عنده طوريه بجهز فيها، واللي عنده سكين بجهز فيها، واللي عنده حربه بجهز فيها، واللي عنده سلاح بجهز. بيتين الجيش انتصر. انتصار الجيش معناتها دارفور حقها طلع. اهن النازحين 3 مليون شايلين حواكير ورواكيب، اهن المساليت اطردوهم من ديار، والقتلوا لهم خميس بكر الشهيد خميس بكر كله ده دين. تجي انت يا برهان عشان جوك وخلاص مبسوط وفالي خلاص، ايه برهان؟ شوف شغلتك، شوف شغلتك يا برهان، شوف شغلتك. دارة الجيش ده انتصر، انتصر في الميدان. ما عندنا حاجه ثانيه الا الجيش ده انتصر في الميدان، ولا بنقبل دار انت جوك يناسبوك مش هديهم. لكن احنا ما عندنا لون حاجه، ولا في زول بيلعب على عقولنا، ولا في زول بغشنا، ولا في زول بيلعب بينا سياسه، ولا في زول بيودي. احنا خلاص عبرنا المرحله بتاعت باركوها، وعبرنا المرحله بتاعت كلنا وحده وكلنا سودان، وعبرنا كلها عبرنا. الان احنا في حته يا ننتصر يا ننتصر يا ننتصر يا ننتصر. أهلنا في دارفور كلهم الآن كلهم جيش واحد، استاهلوا. وقفوا مع الجيش وراهنوا على الجيش، وقفوا مع الجيش وراهنوا على الجيش. ما شفنا منهم غدر ولا شفنا منهم خيانة. الناس الجوك ديل ديل أكتر ناس غدارين وأكتر ناس مجارمة وأكتر ناس فالسة. الناس الجوك ديل ديل ما عندهم عهد ولا عندهم، ديل زي الكيان الصائد ما عندهم عهد ولا عندهم وعد ولا عندهم قوة ولا عندهم حاجة. الناس زي لو ما حسوا بأنهم انهزموا وحسوا بأنهم خلاص إلى زوال ما بيجوك ولا بدو ولا بيجو التاتو، لأنه عارفين مع المعركة بتاعتهم دي ولا حاجة بالنسبة للشغل الجايون. الأراضي اللي قاعدين فيها دي ما حقتهم، الحواكير اللي قاعدين فيها دي شالوها بالرجالة، البيوت اللي قاعدين فيها دي شالوها بالرجالة. حيمشوا وين؟ حيمشوا وين يا برهان؟ عشان كده ما تدافع عن الباطل وما تنحاز للباطل وديه للكلام الدغري. ده ما كلام. انت عندك اعراض انتهكت، عندك شعب ضاع، عندك اسر تشردت، عندك ناس بتموت للان في الطريق في الصحراء، وكله بسبب الناس دي، بسبب الحواضن الغزيره، بسبب الوسخ ده. يجوك بعد سنه وشهرين وانت تجي تقول لنا خلاص احنا صدقنا انه الناس دي واقفين مع الجيش؟ لا بالله يا والله انا لو زول سكران ما بصدق، لو انا سكران فول 24 ساعة ما بصدق الكلام ده. لانه سؤال واحد بذلك، الناس دي كانوا وين؟ حتلقى لك اجابة؟ ما حتلقى اجابة، ما حتلقى اجابة يا برهان. الناس دي كانت وين؟ ممكن تجاوب لنا؟ الناس دي كانت وين؟ جات من وين؟ ليه جات الان؟ جات الان اجاوب ليك، جات الان لانه تهزموا، جات الان لانه عارفين نفسهم تهزموا.
جات الآن لأنه فقدوا بيته بيوتهم كلها أربعة خمسة انتهوا. قسما بالله العظيم الناس ذيل انتهوا، وأنا عندي معلومات أكثر من كذا ما بتتقال، لكن الناس ذيل قسما بالله جو ناس من هناك من الضعين الليلة الليلة الليلة، وقسما بالله العلي العظيم من الضعين الليلة الليلة سلموا، جو من الضعين الليلة رافعين يدينهم الليلة الليلة، احنا رسلنا ارغامهم للجيش استلموا منهم من درمان الليلة الليلة من الضعين جو، قالوا ما في انتهوا، قالوا كملوا، قالوا البيوت كلها عجائز عمر 70-80 عمر 70-80 الناس كملوا بح انتهوا. في شنو تاني؟ في شنو؟ ما في حاجة عشان احنا نجي نقتنع بديل ديل خلاص ديل حللك واحد، قول لهم طلعوا اولادكم من البيوت وسلمونا لهم، لا اندماج في الجيش ولا حندمجكم ولا عندكم تاني زول بخش لي جيش ليهم الدين، مكانكم تخشوا هنا تتحاكموا، اي زول اجرم طلقه في راسه طوالي شكرا جزيلا، وكلهم مجرمين ما فيهم زول شريف، اي زول كان في الشمال كلهم مجرمين، يعني حيجيبوا لك اولادهم تقتلوا اليوم ما بجيبون، بالعكس هم دايرين اولادهم ديل يخلوهم معاون هناك عشان يحافظون على بيوتهم، لانه بيوتهم ما بخلون، ما ده تار ده تار في دارفور ما بخلون، والله العظيم ما يخلون، عشان كده يا جماعه انت انتصرت والشعب انتصر والجيش انتصر وما شيل الانتصار الحقيقي، الانتصار الدغري بدون لف ودوران، انتصار واضح وصريح، الجيش السوداني انتصر، الجيش السوداني انتصر، الجيش السوداني انتصر، لما ديل يجوا بعد سنة وشهرين يجوا يركعوا ونخرينهم في الواطة ممرمغات بالتراب كده مدردغات دردغة انت انتصرت، لما نجوا منكسرين كده انت انتصرت، انت انتصرت، نجي نشيل الانتصار ده عشان نجي نساوم به؟ لا لا والله والله لا بنساوم به ولا عندنا ده، احنا تارب هنا، الناس دي لازم تتحاسب، القبيله بتاعته لازم تتحاسب، العمد حقينهم يتحاسبوا، العمد اللي كانوا بيمشوا يجمعوا بيمشوا لموسى هلال وبيمشوا وين يجمعوا، وعندنا التسجيلات، عندنا التسجيلات كل حاجه موسغه وباياديهم موسغنا باياديهم ما نحن، عندنا الفيديوهات حقتهم وهم بيجتمعوا بيجيبوا ناسهم وبيتكلموا باسم القبيلة، عندنا كل زول عندنا له تسجيل، عندنا تسجيلات عندنا كلام وما في زول ما قال، كلهم قالوا، حيمشوا وين؟ لازم يتحاكموا، لازم يتحاكموا، عشان كده أسع الآن أنت مفروض الليلة تكون معنوياتك في السماء، مفروض الشعب السوداني الليلة والله العظيم معنوياتهم في السماء، معنوياتكم في السماء، فوق في السماء في السماء الليلة، ليه؟ لأنه إحنا منتصرين وانتصرنا وانتهينا، طالما ديك جو وطالما تلاقوا وتلموا قسما بالله العظيم إحنا معنياتنا في السماء، خلاص القصة انتهت، بقت ما في حاجة تاني، في شنو؟ في شنو تاني؟ ما في حاجة، الموضوع خلصان، الآن هم بيفكروا في شنو؟ ما فكروا في الجيش ولا ما الجيش ولا لا، بيفكروا في المصير الجايون في دارفور، بيفكروا في المصير الجايون في دارفور، ودي الحقيقة والله العظيم حقيقة، مصير جايون، مصير مصير جايون، هلاك جايون، شغل ما والله العظيم قسم، وقلنا لهم زماني قلنا لهم زماني قلنا لهم احنا بننتصر احنا ما بنحبشكم، لكن الناس اللي معاكم في دارفور ما بخلوه، وقلنا لكم لكن انتوا بتسمعوا الكلام، قلنا لكم ما في زول بيعادي الجيش، قلنا لكم الجيش ده ما بيتداوس، قلنا لكم انتصرنا عليكم من اليوم الثالث، قلنا لكم انتوا ولا حاجة، انتوا ما ناس دواس، انتوا ناس سرقة ورضاعة شطور صايف خلى ما تقلق انا ما يترضع، لكن انتوا ما ناس دواس ولا ناس رجال ولا عندكم علاقة بالرجالة، الرجالة في اتجاه وانتوا في اتجاه، كلمناكم لكن ما بتتعلموا، كلمناكم قلنا لكم الجيش ده ما بيتداوس يا وسخ، الجيش ده ما بيتداوس يا رمم، الجيش ده ما بيتداوس، كلمناكم قلنا لكم انتوا كلكم بقال ساي، قلنا لكم انتوا بقال ساي ما نافعين بقال، كلكم بقال، ما سمعتوا الكلام، ما سمعتوا الكلام، عشان كده ده مصيركم، ده مصيركم، ما في شعب سوداني بيرضى ولا في زول بيقدر يديكم اكثر من حقكم، انتوا حقكم بس مش تحسوا مصيركم، ما في مبادره، مبادره بتاعت الساعه كم؟ مبادره بتاعت شنو؟
بتجيبوا لنا عرب بناتنا، بتجيبوا لنا عزتنا وكرامتنا، بتجيبوا لنا أسرنا اللي تهجرت، بتجيبوا لنا 40 سنة خدمة ضاعت ساي في الحق في بتجيبوا لنا شنو؟ وانتم منو زاركم عشان انا اقتنع بك؟ انتم منو بالنسبة لنا؟ انتم شنو؟ انتم منو ذاتوا عشان انتم انتم شنو ذاتوا بالنسبة لنا؟ معلش عشان كده يا برهان ما تلعب بعدادات الوطن ولا بتدي زول حاجة انت ما مالكها ولا تملكها، ما عندك حاجة في عرض الناس ولا الحاجات اللي حصلت والشهداء واللي استشهدوا عشان وطن. انت ما تقدر تحفل لزول حاجة ولا بتقدر تجيب لك حاجة وتدي لزول حاجة انت ما تملكها، ولا انت اللي خلقتنا والخلقنا ربنا سبحانه وتعالى ما في حقنا ده ما بنعفى، بيقول الا عفى لك الانسان واحنا ما عافين. اصلا ما عافين، دار تكمل المعركة في الميدان كمل في الميدان وانتصر واقعد في الكرسي ما في ذو سالك، لكن دار تكمل جودية والله على جسسنا بعد سنة وشهرين جاي تكمل لنا جودية عشان خاطر ابراهيم جابر والريمة مدق والله على 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 جسسنا، قسما بالله على جسسنا، ولا ولا خلاص تكمل تكمل للنهاية للنهاية، معركة معركة، الجيش انتصر انتصار باين، ده حقه الجيش ده حقه، ناس اجتهدت ناس دافعت استشهدوا منهم كميات، ضباط استشهدوا جنود استشهدوا، في النهاية من حقه ننتصروا ومن حقه ننتصروا ومن حقه ننتصروا. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية، وبإذن الله تعالى هانت المنظر شفنا الليلة الجلالي دي والله العظيم قربت، معناته في معلومات استربت لهم، معلومات كبيرة جدا، أسمع الكلام، في معلومات كبيرة جدا استربت لهم. الناس دي جايين خايفين والله العظيم مشونين على القفعون، الناس دي عرفوا عرفوا الحاصل، عشان كده انت خليك واقف وخليك ثابت وخليك داعم لجيشك وخليك واقف وعارف حقك شنو والبيك شنو والعليك شنو. ما في تاني بعد ما شاب دخل الكتاب بعد ما وصلنا سنة وشهرين جايين بعد باركوة باركوة خلاص والله يونا وهنا وما في مجرم عنده قبيلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله المجرم بقت مع الليلة يعني خلاص احنا قمنا من النوم الليلة لقينا مجرم مجرم عنده قبيلة. شفنا بيطلعوا اول امس واحد منهم طلع من جماعه منو كده بالبنحلبه قال انا منو كده وبالقبيله. احنا قلنا لهم قولوا كده، قلنا لهم هذه التسجيلات قاعده كيف تقدر انت تغيروا بس عشان مجامله؟ ما في مجامله عندنا، الاعور اعور ولا بندس ولا بنجامل ولا في زول بيجاملوه ولا في زول، احنا وصلنا لمرحله كارثيه، كونك ما تقول الحق عيب وحرام، عيب وحرام، عديل عيب وحرام. عشان كده الناس تكون مبسوطة والناس واثقة، الناس انتصرت وبإذن الله تعالى احنا يعني خلاص قاب قوسين أودنا، دي المراحل الأخيرة والله العظيم. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية وبإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى وبكيفنا، واحنا بكيفنا دي ما بنقول بكيفنا، قسما بالله بكيفنا، طالما صبرنا وطالما استحملنا وطالما وقفنا لازم انتصار دغري واضح وصريح. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية.